تدرون ليش كل الروبوتات ما تقدر تضغط على هاي الحبة؟ أكيد سألتوا من قبل، يعني الروبوتات يقدرون يسوون أي شيء حرفياً، بس ما يقدرون يضغطون على الكابتشا هذه. السر وراء هذا الشيء اللي اسمه كابتشا عود وخطير. قبل عشان يفرقون بين البشر والروبوت كانوا يحطون لك صورة مثل هذه ولازم تكتبها مثل ما تشوفها عشان تأكدون أنك بشري. بس على قد ما صعبوها على قد ما الروبوتات كانت ذكية، في فترة من الفترات صارت الروبوتات تقدر تصيد هذه الكتابة أكثر من البشر. يعني في ذي الفترة صار إذا الواحد يحط الكابتشا ويطلع غلط فتقول له تعال صف ويانا أنت بشري، أما إذا صار صح فهني تشك فيه وتقول له تعال يبا. شو عرفت؟ على العموم جوجل شافت المشكلة وقررت تخترع شيء اسمه ريكابتشا، وهو علامة الصح اللي تشوفونه هني، وكل اللي عليك كبشري إنك تروح وتطق على علامة الصح. بس شنو اللي يوقف الروبوتات إنها هي تطق علامة الصح؟ السبب يا عزيزي الحاسوبي إن علامة الصح اللي تطقها مو هو الاختبار، الاختبار يجي قبل لا تطق على علامة الصح. اللي تسوي جوجل عشان تفرق بين البشري والروبوت إنهم يشوفون الماوس مالك شلون يتحرك عشان يطق على علامة الصح. فأنت كبشري لما بتروح على علامة الصح بتروح يمين بتروح يسار، عقبها بتفتر شوية كذي وبتطق على الصح. أما الروبوت فبيحرك الماوس بحركة رياضية بحتة وسرعة ثابتة، وهذا هو الشيء اللي يفرق بينك وبين الروبوت. شفت الاختبار اللي يعطونكم لما يقولوا لكم اختاروا صورة سيكل ولا صورة باص ولا كذي؟ هذه بعد نفس الشيء، هم قاعدين يشوفون حركة الماوس مالك، فمن كذي ساعات ينجحونك مع أنك جاوبته غلط، يعني مشونك كبشري. لا وزيدكم من الشعر بيت، آخر نسخ من الريكابتشا هذه صارت ما تحتاجك أنك تطق صح أصلاً، بس بيشوفونك ما تعرف تحرك الماوس بيمشونك.